صناعة النبيذ في كاليفورنيا تواجه أزمة مالية. إليكم التفاصيل. أغلقت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا البنك بعد تشغيل عملاء رأس مال الاستثماري، ووجد الآلاف من مصانع النبيذ أنهم مغلقون تماماً من حساباتهم بدون جدول زمني واضح فيما يتعلق بالوقت الذي يمكنهم فيه الوصول إلى أموالهم. ووصفت كاندرا كوالا المؤسسة المشاركة لشركة ماكر، وهي شركة نبيذ معلب تقع في منطقة الخليج، هذه الأخبار بالتناقض، مشيرة إلى أن بنك سيليكون كان المعيار الذهبي في صناعة النبيذ. وعندما بدأت شركة ماكر قبل 4 سنوات كان اختيار الشريك المصرفي المناسب أمرا لا يحتاج إلى تفكير. وقال كوالا: تتمتع التكنولوجيا والمغامرة برأس مال جيد، لكن هذا قد يكون حسابا جادا حقا لمصانع النبيذ المستقلة، لم نشهد شيئا مثله من قبل، لا أحد يعرف كيف ستنتهي. كما تمثل مصانع النبيذ 2% من إجمالي أعمال القروض للبنك، لكن التداعيات بعيدة المدى بما في ذلك عدم القدرة على دفع أجور الموظفين أو الفواتير أو مدفوعات بطاقات الائتمان. وقدم البنك ال16 في البلاد أكثر من 4 مليارات دولار في شكل قروض لمصانع النبيذ ومزارع الكروم منذ عام 1994. شكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.